الآن موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم. أكد المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله أن وزير الخارجية سامح شكري كشف أكاذيب ومؤامرات قوى الإرهاب والشر ضد مصر خلال مناقشته مع عدد من قيادات وأعضاء الكونغرس الأمريكي. واعتبر حسب الله في بيان اليوم أن هذه اللقاءات صفعة موجعة على وجه جميع أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مؤكدا أهمية اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أكد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي أن جوهر تطوير التعليم في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعليم. وشدد وزير التربية والتعليم على أن التابلت والشبكات والبرمجيات أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير. وقال الوزير إن استخدام هذه الأدوات هدفها إتاحة الوصول للمحتوى الرقمي لكل طالب في كل مكان في مصر من تدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات والتواصل المباشر بين الوزارة والمعلم والطالب. أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 192,000 فرصة عمل. هذا وقد تفقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ووجهت خلال لقائها بالعاملين المسؤولين عن ميكنة المنطقة الحرة بسرعة الانتهاء من العمل مع إزالة أي تحديات تواجههم، وقدمت الشكر للعاملين في الأرشيف بالأمانة العامة للهيئة على جهودهم في إنجاز عملهم خلال الفترة الماضية. تبنت مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع. وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، أعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده. وشدد إدريس على أن ضمان فاعلية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لجميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز. أعلن مسؤولون أفغان مقتل 17 شرطيا في هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان في أنحاء مختلفة في البلاد. ونقلت شبكة إي بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم أن 3 من عناصر الشرطة لقوا حتفهم اليوم في اشتباك لا يزال جاريا في منطقة أرغانج خوا. من جانبه صرح قائد شرطة إقليم غازني بأن طالبان شنت هجوما واسعا بالإقليم الواقع شرقي البلاد استهدفت نقطتي تفتيش، ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الشرطة. نهاية موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.